بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، برحب بكم في قناة افوكادو. هنعمل مع بعض النهاردة طبق محشي مشكل بصراحة خطير، من غير رز. الناس اللي عايز تعمل رجيم، الناس اللي متبعة كيتو وكراتاي يعني وصحي، الناس اللي عندها مشاكل مع الرز ومع النشويات، هنشوف نعمل الوصفة بتاعتنا ازاي. محتاجة طبعا الخضار اللي انت هتحشيه، ورق عنب او كوسة، بتنجان، فلفل. الكوسة لما تقوريها هيدوبك شيلي بس البذر او اللب اللي في النص كده، سيبي جدار الكوسة يعني تبقى فيها سمك، ما تبقاش رؤية. زي ما انت شايفة كده، برضو بتنجان قورته، وفلفل. شوفي انت نفسك تحشي ايه، هتحشيه بالطريقة اللي احنا هنعملها دي. شوف بقى الخلطة مع بعض. معايا كوباية لحمة مفرومة، يا إما نية يا إما معصجة. أنا كان عندي لحمة معصجة. كوباية بصل مكعبات، كوباية بقدونس مفروم، كوباية طماطم مكعبات، وكوباية أرنبيط طبعا مبشور لو هو ني، لكن أنا ما كانش في السوق أرنبيط في الأيام دي، فاستعملت أرنبيط عندي في الفريزر. هقطعه كده بالسكينة، طبعا يفضل ان هو يبقى ني، وتبشريه بالمبشرة. قلب الكوسة، هنستعمل قلب الكوسة اللي طلع. لو مش هتعملي كوسة يبقى تبشري كوسة حوالي برضو كوباية. وهتستعملي بتنجان مبشور برضو في الخلطة، حوالي كوباية بتنجان مبشور، بس انا هبشرها على الطاسة على طول علشان ما يسودش. في طاسة على النار بتحطي معلقتين كبار سمنة بلدي، وبعد كده بتنزلي بالبصل، تقلبيه لحد ما يدبل معاكي. انا مش عايزاه يتلون، انا عايزاه يبقى شفاف كده، يدوبك يدبل معاكي. وبعد كده تنزلي باللحمة المفرومة. اللحمة المفرومة لو لحمة نية تديها وقتها بقى اللي هي يعني تستوي فيه معاكي على النار. لو لحمة معصجة مش هتغيبيها، تقلبتين مع البصل، وننزل ببقية المكونات. هنبشر البتنجان زي ما قلنا بس على الطاسة على طول، لان لو انتي بشرتي وركنتي هيسود منك، عشان كده انا ما قدرتش استعمل قلب البتنجان اللي انا قورته. وهنقلبه مع البصل واللحمة، وكل ده بقى مش هياخد معاكي وقت على النار، لان يعني بكل حاجات مبشورة يعني مش هتغيبوش على النار. بعد كده هتنزلي بالقرنبيط، القرنبيط المفروم او المعمول بالمبشرة، وننزل بقلب الكوسة برضو والطماطم المكعبات، ونقلب كل ده مع بعض. ويستحسن الطماطم تبقى جامدة، ما تبقاش مستوية، ما تبقاش فيها مية كتير. وبعد كده هنتبل بقى بالملح حسب التذوق، وشطة، كمون، ممكن قرفة، فلفل اسود، يعني تبلي التبيلة اللي انت بتحبيها في المحشي. كده جاهز معايا الخلطة، خلطة في منتهى الجمال يعني، هتدوقيها هتعجبك جدا جدا. ننزل بقى طبعا البقدونس، هننزل بيه بعيد عن النار، نقلبه كويس. وبعدين نبدأ هنجيب الحلة اللي هنحشي فيها. بتحطي في أرضية الحلة حلقات من البصل، وبعد كده تبدأي تحشي. أنا بحشي في الأول البتنجان وبحطه في أرضية الحلة، امليها على الآخر، اكبسيها. خلي بالك ده مش رز هنقول إن هو هيزيد ويخرج منها، لأ، فلازم تمليها على الآخر، ده غير محشي الرز. اضغطي وحطي تاني لحد ما تحسي إن هي اتملت على الآخر زي ما انت شايفة. كده انا اخلص البتنجان، وبعد كده هعمل ورق العنب برضو بحطه مع البتنجان تحت. ترق الحشوة على الناحية الخشنة، يعني اقليب ورق العنب على، خلي الناحية الناعمة برة والخشنة جوة، حطي الحشوة. برضو اعملي حسابك ان ده مش رز بيزيد، حطي بقى كمية كويسة ولفيها بالطريقة المعتادة اللي انت متعودة تلفي بيها ورق العنب. وهنرصها برضو تحت في أرضية الحلة يعني مع البتنجان. هنخلي الفلفل والكوسة هيبقوا فوق الوش. بعد كده أنا بحشي الكوسة برضو نفس الكلام اللي أنا قلتولك على البتنجان، امليها على الآخر، امليها على الآخر، سيبيش فيها فراغ، وبسي اضغطي كويس الحشوة.
كملي بقى الكوسة واحشي الفلفل برضو نفس الحكاية مليه على الآخر كده. احنا تقريبا خلصنا الحشو كله حشيناه. الخلطة دي لو بقى منك حاجة تقدري تعينيها في الفريزر. هنجيب بقى معاكي الشوربة، شوربة فراخ، شوربة لحمة، شوربة عظم، زي ما انت عايزة. تلات ارباع كوباية شوربة، حطيت فيهم معلقتين صلصة، وطبعا بتظبطي ملحها زي ما انت عايزاها. نحطها على المحشي ونحطه على نار يعني عالية عشان لحد ما يغلي، وخليها بعد كده متوسطة. خلي بالك هو مش هياخد معاكي وقت لان الخضار كله مستوي، ولان مفيش رز نقول ان الرز لازم يستوي معانا. ممكن تتابعيه لحد ما تلاقي الخضار معاكي اللي هو الكوسة والحاجات دي استوت، خلاص يبقى كده تمام. لو في اي سوائل زيادة تقدر تصفيها. هو عشان الكوسة والخضار ياخد اللون الجميل دوت، انا جبت معلقة صلصة خففتها بمعلقة شوربة ودهنت بيها الكوسة قبل ما احطها على النار، بس للأسف ما صورتهاش. اتمنى جربوه وتقولوا لي رأيكم في التعليقات. نتقابل في فيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.